انه لا يفرحون الاخوان بالوزارات والان كم عمليه سياسيه ماشيه وكذا، لا، الولايات المتحده الامريكيه بالمطابخ العالميه ضامه ومعده لسيناريو للاطاحه بالحكم الشيعي للعراق. لذلك انا اقول المناوره الخارجيه هاي خل افهمها شنو هي. هاي سيدي الكريم، الولايات المتحده الامريكيه انت من تجي، يعني على سبيل المثال الموقف اللي صار مع القصف الإيراني للكيان الصهيوني، الولايات المتحدة الأمريكية استخدمت الأجواء العراقية بضرب المسيرات المسيرات الإيرانية وإسقاطها في الأراضي العراقية. إذن الولايات المتحدة الأمريكية لا تحترم العقود السياسية، لا تحترم. لا لا لا، قلت إنه الأمريكان قاعد يخططون لإنهاء الحكم الشيعي، النظام الشيعي. نعم نعم نعم، هو يعني هذا نظام شيعي. نعم، يعني أنت شلون شيعي؟ اسمح لي أنا راح أوضح لك. الحكومة مو شيعية. نعم، الحكومة مو شيعية يا معود. هسه احنا يا السيد الله يخليك نضحك على نفسنا. لا لا، هذا الدستور العراقي شيعي. الله يخليك استاذ رامي، استاذ رامي، وين الحكم الشيعي؟ وين؟ اما حكم شيعي ضعيف. لا، وين الحكم الشيعي؟ ضعيف كله مخصص، او هذا رئيس الجمهوريه، هسه البرلمان بيد الشيعه، هذا رئاسه الجمهوريه بيد الشيعه، محسن المندلاوي بيد الشيعه، مو بيد الشيعه. لا شنو؟ لا هذا مؤقت، احنا هسه ليش تحكي بالطريقه؟ هسه احنا دقيقه، لا هذا تناقض بكلامك. انت مره تتهمنا برمه اننا اصدقاء الامريكان، ومره اخرى تقول للامريكان سيخرجونكم من العراق، يعني متحدثين من بعض الاطار. تناقض بالراي يا اخي، تناقض هذا. سيدي انت ما جاي تتعامل بقوه مع الولايات المتحده الامريكيه، ما تفاوضهم بقوه. انا ما عامل المقاومه. من المقاومه؟ المقاومه من الشيعه. يوميا ضاربين الامريكان احنا. ضاربين الامريكان، شو تسوي لهم؟ هو هذا اللي اريد اقوله سيد. اقول ان الولايات المتحده الامريكيه ايش قد دقيقه ايش قد مطلوبين للامريكان تحت فائده الحكم الامريكي من الشيعه، من قاده الشيعه، مشروع ايراني. ايش قد ما تعتقد انت الان كسيد الجزائري كمحللين داخل الاطار تريد تجمل نفسك وتقترب من الولايات المتحده الامريكيه؟ الولايات المتحده الامريكيه مو مغفله، تعرف ان المقاومه، تعرف انه مطلوب للامريكان. يا معلم، الوطن مالي 23. هسه خليني اكمل الفكره.